طبعا حضورنا كنقابة وطنية الصحافة في المغرب في هذه الوقفة الاحتجاجية يعني أننا نعتبر أنفسنا كصحفيين مغاربة معنيين بصفة مباشرة بالجريمة الوحشية الإرهابية النكراء التي اقترفها العدو الصهيوني ضد الشهيدة شيرين أبو عقلة. لأن شيرين أبو عقلة ليست صحفية فلسطينية فقط، بل هي صحفية بالمفهوم الوجودي التي ساهمت بعملها المهني الموضوعي الراقي في تعرية عيوب وعورات العدو الصهيوني الذي يقترف جرائمه ضد الصحفيين الفلسطينيين وضد الصحفيات الفلسطينيات وضد الشعب الفلسطيني البطل. نحن بهذه المناسبة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية لا نكتفي بالإدانة، لأنه جرائم العدو الصهيوني هي موضوع إدانة باستمرار، ولكن نطالب ما تسمى بالأمم المتحدة وبالمندوب السامي لحقوق الإنسان وبالمندوب الأممي المختص بمناهضة التعذيب أن يؤكدوا إرادتهم في أنهم وجدوا من أجل خدمة القضايا الحقوقية العالمية العادلة. الآن تم اغتيال الصحفية والجنات طلقاء لم يتعرضوا للمحاسبة، فأين هو المنتظم الأممي؟ أين هي القوانين الدولية؟ أي المنظومة المؤسساتية الدولية التي يقال إنها وجدت لمواجهة هذه الأخطار التي تحدق بالمجتمع الدولي برمته؟ نتساءل ماذا لو كانت شيرين أبو عقلة صحفية واغتيلت في أوكرانيا مثلا؟ كانت ستقوم الدنيا ولن تقعد، لأن الأمر يتعلق بمصالح الغرب. فلسطين هي في صلب مصالح وأطماع الغرب، وبالتالي محاباتهم وانحيازهم لفائدة الكيان الإسرائيلي أصبح أمرا مكشوفا، وتكاد الثقة تنعدم من هذه المؤسسات ومن هذه المنظومة من هذه القوانين، لأنها تأكد بالملموس أنها تقيس ليس بميكيلين بل بعشرات المكاييل في قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.